الذي حمل شعار تكوين فعال لأداء أفضل. هذا اليوم التكويني نهدف من ورائه إلى تطوير قدرات المنخرطين وأعضاء المكتب حتى نصل إلى تحقيق أهداف الجمعية المستطرة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. مشاركتي في هذا اليوم التكويني المنظم من طرف المكتب البلدي لسيارت سواعد الإحسان الخيرية، أسعى من خلالها كسب مهارات ميدانية في العمل الجمعوي عموما والعمل التطوعي والخيري خصوصا من طرف أساتذة مؤطرين، فالشكر موصول للجمعية ولكل المنظمين لهذا اليوم التكويني. مرحبا بكم، هنا عندنا قناة الأنيس اللي اليوم شرفتونا بالحضور تاعكم في اليوم التكويني هذا. اللي اليوم لقينا نداء المؤطر بروبا حمزة اللي تلقى النداء تاعنا واستجب له، فهو مشكور لهذه المبادرة القيمة. واليوم كان أعضاء جمعية سواعد الإحسان حاضرين بقوة وبروح فعالية، اللي كانوا تلقاو عدة معلومات وفائدة كبيرة من الأستاذ المؤطر. وبالمناسبة نشكره شكر الجزيل اللي قدم لنا هذه الخدمة، وإن شاء الله تكون بادرة خير لسواعد الإحسان، ومن هذا المنطلق إن شاء الله تكون عندنا باز مليحة نقدروا نخدموا بها منا وجاي. ربي يوجهنا للخير إن شاء الله.